وقف الاول ما تستعجلش. قرب قرب. اقف شوي. اقف شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا والناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. شفنا مقطع بسيط كده في بداية الحلقة وما كانش فيه كلام ولا فيه أي حاجة، بس اللي احنا شفناه ده أكيد وراه موضوع، أكيد وراه حلقة طويلة وكلام طويل جدا عايزين نوصله لكل مربين الكلاب والناس اللي مبتدئة كمان في التربية والناس كمان اللي مربية قبل كده. مشكلة بيقابلها أغلب الناس وأغلب مربين الكلاب، وهي شراسة الكلب. كل واحد عنده كلب عايز الكلب بتاعه يكون بيموت، يكون شرس جدا علشان يكون مؤهل للحراسة ويكون كمان مؤهل ان هو يدافع عنه في اي مكان او في اي جهة. طبعا اغلب الناس اللي بتشتري كلاب اول فكر ليها هي فكرة الشراسة او فكرة شراسة الكلب او فكرة كلبي هيحرسني ازاي او يحمي مكانه ازاي او يحمي نفسه ازاي. اغلب الكلاب في مصر بتعاني من مشكلة الشراسة او مشكلة الحراسة، يعني اغلب الكلاب ما بتعرفش تحمي نفسها ولا تحمي صحابها ولا تحمي كمان المكان المتواجدة فيه، يعني تعتبر نفسك ان انت مربي خروف في البيت ملوش اي داعي ولا ليه اي لازمة. ناس كتير قالت يا كابتن ابو نور احنا بيبقى معانا كلب وبننزل بيه الشارع نمشي بيه، وساعة ما نخليه يهجم على حد يجري عليه الاول يشمه وبعد كده يبدا يهاجم، يشم الاول ويتعرف عليه ويبدا يهاجم. ده معناه ايه؟ معنى واحد بس، معناه اللي احنا شفناه من شويه اللي هي الناس اللي بتتقدم على الكلب تمام وتبدا ان هي تهاجم، الكلب عارف ان دول مهاجمين، ومعناه ان انت كصاحب الكلب تخش في وسط الناس دي وتبدا تقرب من الكلب وتهاجم، بيبدا الاول يديك لحظات اللي هي التعرف عليك. لحظات دي ممكن اللي انت بتشتغل بيها في الشارع دايما، اللي كلبك بينفذها مع المهاجم في الشارع، اللي هي لما تكون ماشي في الشارع و
تبدا تخلي كلبك يهجم على حد او في حد مثلا بيشغل كلبك. مش معنى كده ان انت تنزل الشارع تخلي كلبك يهجم على الناس، لا، ان في واحد مثلا بيشغل كلبك او انت بتشغله او بيساعدك على انه يكون شرس، وتبص تلاقيه بيجري عليه، وبعد كده طبعا يبدا يشمه الاول، وبعد كده يبدا ياخد قرار هل نهجم ولا ما نهجمش. دي مشكله في حد ذاتها واغلب الناس بتعاني منها. طيب نقول لك المشكله ديت مين السبب فيها وجت ليه وحصلت ازاي. تعالوا دلوقتي هنعرف، بس هنعرف بالطريقه العمليه زي ما عودتكم ووعدتكم ان كل حلقه هنعملها هتكون بالطريقه العمليه لزياده المعرفه، وهتكون باذن الله افضل حلقه شوية. زي ما انتوا عارفين الناس اللي شغالة معانا ديت ناس بتهاجم الكلب وبتأكل وبتشرب وبتعمل، بس في حاجة، احنا الكلاب اللي معانا دلوقتي زي هامر وميلو الاتنين عارفين الناس دي، بس برضو عمرهم ما هيكونوا عارفينهم بقدرة معرفتي انا. يعني انا مربي الكلبين، اصبح ان هم عارفيني اكتر، انا صاحبهم، لكن الاشخاص دي اشخاص مترددين عليهم او بيتغيروا عليهم، وفي واحد بيجي وواحد بيروح وواحد بيمشي. طبعا دي مش افضليه، الافضليه ان الكلاب تلاقي اشخاص ما تعرفهاش نهائي ولا عمره ان هو قرب له قبل كده. لكن اللي بيحصل النهارده ده عباره عن حلقه تجريبيه احنا بنجربها قدامكم عشان نوصلك المعلومه ازاي ونوصلك الصوره الصحيحه ازاي. طبعا يا جماعه اخطر شيء والغلط في المبدا ده كله والمشكله اللي حاصله معاك دي كلها انت السبب الرئيسي فيها. طب انا ليه، انا صاحب الكلب، انا السبب ليه الرئيسي في المشكله دي؟ السبب الرئيسي في المشكله دي لانك بتعرف كلبك على كذا شخص وانت بتبدا تحارب كلبك بايدك. طبعا دي مشكله في حد ذاتها. طب ازاي لما نعرف كلبي على كذا واحد من صحابي يبدا ان هو ياكله ويشربه ويحاربه، تمام، يعني بيلخبط له الدنيا كلها في بعضيها. يبدا الكلب لما يجي يخش على حد في الشارع يشمه الاول، يشوف هل الشخص ده انا نعرفه قبل كده من الناس اللي تفاعلت معايا ولا لا، لان الكلب ما بيفضلش ان هو يشم المهاجم، يعني مش عايز يتعرف على ريحته، هو عايز يتعرف على خياله، اي حاجه صوره من صوره المهاجم اللي بيهاجمه الكلب لو لقاها هيبدا رد فعله ينتج من غير ما يحط حكايه الشم نهائي، تمام. لكن الكلب لما يتعرف على واحد ويشمه ويصاحبه ويبدا بعد كده يهاجمه وبعد كده يصاحبه وبعد كده يهاجمه، بعد كده تنزل بكلبك في الشارع لما يجي يهاجم على حد يشمه الاول يشوف ان هو اتعرف على الريحه دي قبل كده ولا ما اتعرفش عليها قبل كده، تمام. ده المبدا الاول. المبدا الثاني ان انت كصاحب الكلب بتيجي عليك وقت مفيش حد يحارب كلبي، انا نقعد نحاربه ونقعد نشده من ودانه ونقعد نشده من وشه ونقعد نعمل كذا ونعمل كذا. طبعا الموضوع ده يا جماعه متاح ليك ان انت تعمله لحد عمر 4 شهور، اكتر من كده ما ينفعش، خلاص وقفت على كده. بتعمل كده لحد 4 شهور بتأهل كلبك ان هو يبدا يمسك بسنانه ويعض، دي انا معاك فيها كصاحب كلب. ممكن تأهل كلبك ان هو يلعب ببقه والحاجات دي كلها ويعض ويمسك قماشة والحاجات دي كلها، لكن بعد 4 شهور الكلب بيبدا يعرف عقله، ما ينفعش ان انت تشتغل معاه بالمبدا ده، لازم انت تتجنبه نهائيا، تكون بعيد عنه والكلب ما يشمش ريحتك وهو بيبدا يقوم حاله الشراسه في دماغه، تمام. طبعا لو الكلب شم ريحتك ساعه حاله الشراسه بيبدا بعد كده واخد الموضوع لعب، يعني شراسه بلعب، مش شراسه ان هو بيطلع غريزه الافتراس بتاعته في البني ادم اللي قدامه، لا، دي بتبقى شراسه بلعب. تيجي بقى تطلق كلبك في الشارع على حد لما يروح يشمه الاول يشوف هل ده الشخص اللي كان بيلاعبني ولا مش هو، ده الشخص اللي كان بيلعب معايا وبيحاربني وبعد كده يقعد ياكلني ويشربني ويلعب معايا، لا مش هو ده، يبدا يفكر هل يعض ولا ما يعضش. اصبح ان انت السبب في التردد بتاع دماغ كلبك او السبب في المشكله دي كلها. النهارده مع ميلو ومع همر بنصور وبنتكلم عنهم وبنحكي عنهم وبنشوف الموضوع عباره عن نتيجه فعليه، يعني الموضوع علني بنشوفه بالصوت والصوره علشان نقدر نحكم على الكلام اللي احنا بنقوله هل صح ولا غلط. يا رب الحلقات اللي احنا بنقدمها الايام دي تعجبكم وتنبسطوا منها جدا. الحلقه دي يا جماعه مش عباره عن تحدي، الحلقه دي عباره عن حلقه تعليميه برضو هتكون بصوره حلوه زي الحلقات اللي فاتت كلها. طبعا فهمتوا اللي انا قلته؟ فهمتوا؟ طيب هنبدا بشيكا، تمام، هتخش على الكلب، تمام، هتقرب منه وتعمل زي ما عملت دلوقتي، وبعد كده تخش على همر تعمل زي ما عملت دلوقتي. يلا وقف الاول ما تستعجلش، قرب قرب، ارجع ورا زي ما انت. ايهاب هتخش على ميلو على طول على طول، لازق في وشه،
داري ايدك وراك، خش على طول. بس بس كنت عايزك افضل من كده، ان انت تخش اكتر. لا مش عايز الحركات البسيطه دي، لا ان انت تيجي من هناك تخش. ارجع عادي عادي خالص، ما تستعجلش. دي الحركه اللي عملها ميلو مع ابراهيم. استنى لما ان هو راجع وجا ماسكه. عايزك تخش يا احمد دخله عاديه خالص، تمام؟ ما تشغلش بالك بيه، خش قرب على الكلب على طول، تمام؟ خش ايدك وراك. بس بدا الكلب يعمل ايه؟ بيشم الاول، بيشم الاول. هل انت الشخص، بص، وهنا وبيرجع يشم هنا، تمام؟ هل هو ده الشخص؟ اصبح كده انا عملت عمليه توهان للكلب، تمام؟ ارجع بسرعه، تمام؟ ايهاب فهمت اللي انا قلته؟ عايزك تخش على الكلب بصفه عاديه خالص، بصفتك انك صاحب الكلب وداخل عليه بطريقه عاديه خالص، مش طريقه مهاجم، تمام؟ خش على الكلب على طول. طبعا يا جماعه شفنا اقل من ثانيه او ثانيه ان هو الكلب بدا يشم جنب ايهاب من هنا، وبدا ان هو بعد كده يقرر هل هجوم ولا مش هجوم. طبعا ولما ايهاب ما اتحركش الكلب وقف ثابت عادي، ما فيش اي نتيجه فعليه منه. طب ده ليه؟ ده علشان الناس دي بتخش تاكل الكلاب ديت وبتشربهم، تمام، وبتتعامل معاهم. لكن الكلب ده لو ما كانش شاف الناس دي خالص كان هيبقى يكون في نتيجه غير كده خالص، اللي هي نتيجه ايه؟ ان استحاله ان الكلب يقف للشخص اللي قدامه. هنيجي على واحد لسه جاي جديد بقاله يومين بالظبط زي عبده، تمام، ونخليه يخش على الكلب ونشوف رد فعل الكلب مع ايهاب زي عبده ولا عبده زي ايهاب، ونشوف ايه الفاصل ما بين الاثنين. ارجع عادي خالص، ما تجريش. عبده هتخش نفس الدخله، ايدك وراك وانت داخل، ما تهزش ايدك، اتفضل. شفنا يا جماعه دخلت عبده، الكلب غيب شويه ان هو شم، تمام، وقف شويه وبعد كده بدا ان هو يشتغل، صح؟ طبعا دي يا جماعه فكره ان انت بتعود كلبك على اشخاص، فلازم ان انت تلغي التعود ده، ولازم ان كلبك ما يعرفش شخص ياكله ويشربه ويتعامل معاه غيرك انت. المبدا الثاني ان اوعى تحارب كلبك، ده سبب رئيسي للحاله اللي بتحصل مع الناس في الشارع، ان لما بيجي كلبي يجري على المهاجم يبدا يشمه الاول وبعد كده يفكر يهجم ولا ما يهجمش. دي مشكله اغلب الناس بتعاني منها، وباذن الله المشكله دي لو حلتها بالطريقه اللي احنا بنتكلم عليها هتنحل معاك فورا وبطريقه بسيطه جدا، ومن غير ما تحتاج لمدرب ومن غير ما تحتاج لاي حد. نعمل ايه؟ الحل ايه؟ نلغي الناس اللي بتتعامل مع كلبي ان هم ياكلوه ويشربوه، يعني كلبي مفيش حد ياكله ويشربه، مفيش حد يتعامل معاه بحنيه غيري انا شخصيا اللي هو انا صاحب الكلب، تمام؟ الحاجه الثانيه ان ما نحاربش الكلب بتاعي. طالما الكلب بتاعي عدى الاربع شهور نقطع موضوع ان انا نحاربه نهائيا، يعني اللي يحاربه يكون عدو ليه ما يكونش صديق ليه. ادي المبدا الثاني. الحاجه الثالثه ان انا نعود الكلب بتاعي على شخص واحد، لكن الباقي كله اعداء، وده اللي اتكلمنا عليه في حلقات قبل كده. ده الفارق ما بين كلب وكلب، والفارق ما بين صحاب الكلاب اللي هم بيربوا الكلب بمبدا خطا، واللي بيربي الكلب بمبدا هو فاهم بيعمل ايه. اتمنى ان انتوا تكونوا وصلتكم الرساله وفهمتم سلوكيات الكلاب ايه والدواخل بتاعتها ايه، وازاي نتعامل مع الكلب بصوره سهله وبصوره بسيطه، وفي نفس الوقت نوصل فكرتي للكلب هينفذها بسرعه، لان الكلاب يا جماعه هي عباره عن تربيتهم فكره احنا بننفذها وبنوصلها لهم بصوره اللي هي توصل لمخهم بطريقه سريعه. ارجع عادي خالص، خش على همر عادي خالص، عادي خالص. خش قرب. خدنا بالنا يا جماعه من اللي حصل مع همر؟ طبعا حاله تعارف الاول، وبعد كده بدا انه يخش على رجل ايهاب، يعني نتعرف عليه الاول، نشوف هل الشخص ده اكلني ولا لا. لان وجه الاختلاف هنا ان ده كلب مش بني ادم، البني ادم ممكن يعض في لحظه، لكن الكلب بينتظر الاول يتاكد هل الشخص ده فعلا اكلني واتعامل معايا بطريقه حنيه، ولا الشخص ده كان عدائي ليا او حط في بيننا وبين بعض عداوه. فطبعا دي الفكره اللي بتنتج من الكلب، فبالفكره دي انا بنبدا نشتغل على النطاق ده، ان بنعود الكلب بتاعي ان يكون في عدائيه كتير عشان يكون في حراسه، ويكون مؤهل للحراسه في اي مكان، ومؤهل للحراسه علشان صاحبه، ومؤهل للحاجات دي كلها. فيا جماعه
بلاش، لان ده ما بيحصلش غير في مصر، بلاش كتير يحط ايده على كلبك، بلاش كتير يلعب مع كلبك، بلاش كتير ان انت تحارب كلبك. في ناس بتستخسر يقول بدل ما نودي كلب مركز تدريب نبدا نحاربه انا. لا، ما تحاربوش انت، انت ممكن تجيب له حد من صحابك يحاربه، ممكن تجيب ده 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 ده, ده يحاربه، ممكن تجيب ده 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 يشغله، تمام؟ لكن ان انت تحارب كلبك ويبدا بعد كده لما يجي يهجم او يجي يشوف حرامي او يجي يشوف حد بيتعرض لك ويبدا ان هو يشمه الاول، يبقى يروح ما بعدك روح، ويعتبر الكلب ملوش لازمه مع حضرتك. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، ويا رب تكون الحلقه والرساله وصلت لاصحابها، والحلقه دي بناء عن كومنت انكتب لنا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي للجميع واحلى مساء عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.